هاي أنا نيفين. قالت ماري كوانت إن المرأة العصرية هي من ترتدي الملابس وليس العكس، فكوني أنت البطلة في الأناقة وليست الأزياء. انطروني راجعة. من أسرار الموضة هذه السنة هو اللون الأزرق الفاتح أو الأزرق السماوي وحتى الفيروزي. هو واحد من أكثر الألوان انتشاراً بعالم الموضة، بنشوف منه كتير جاكيت، بنطلونات وحتى قمصان. فيك تلبسي مع رمادي، البينك وحتى الأسود. خلونا نشوف شو جديد الموضة. بذكركم بسؤالة ماري كوانت إن المرأة العصرية هي من ترتدي الملابس وليس العكس، فكوني أنت البطلة في الأناقة وليست الأزياء. وما تنسوا تزوروا صفحتنا على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. باي.